أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معنا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل بغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة. وأنا سعيد دائما متواجدي معاك في هذا البرنامج. واليوم طبعا راح نتكلم عن كأس آسيا عام 1984 في مجلة الرياضي العربي، وهي طبعا من أعراق المجلات صحيح. الرياضية الكويتية الخليجية العربية، اللي وثقت العديد من الأحداث المهمة صحيح. سواء على مستوى الرياضة المحلية أو الإقليمية أو العالمية. هذا العدد وفهد 15 ديسمبر عام 1984 في كأس أمم آسيا، غدا يتوج البطل. كان بين الصين والسعودية صحيح. هذا صورة لمحيسن الجمعان، طبعا هو صاحب الهدف الوحيد في النهائي يمكن أعتقد. لا عفوا، على قبل النهائي. لا، محيسن الجمعان أحرز هدف اللي تأهلت فيه السعودية إلى الدور قبل النهائي صح. على الكويت كان على الكويت الهدف. الهدف كان على الكويت، لكن المباراة النهائية جرت بين الصين وبين السعودية، الكل شاهد النفيس أحرز هدف الأول. طبعا هذا الهدف الثاني أحرزه ماجد عبد الله، هدف الأسطوري نعم. كان من أجمل الأهداف نعم. طبعا هذه صورة لمحيسن الجمعان وفيصل الدخيل وخالد سلمان نجم منتخب قطر، عبد الله لوشي نجوم شاركوا في البطولة هذه. طبعا شهدت ولادة، طبعا التصفيات الأولية تصفيات لوس أنجلوس اللي شهدت ولادة محيسن الجمعان، لكن البطولة هذه أكدت نجوميته. مجموعة ضمت سوريا والكويت والسعودية وقطر وكوريا الجنوبية، الدول العربية كلها تتعملق وتترك المركز الأخير للمهارد الكوري نعم. طبعا الكل شاهد البطولة، طبعا منتخب الكويت أحرز المركز الثالث، منتخب الصين مركز الثاني، السعودية أحرزت اللقب كأول مشاركة لها في البطولة. أنا لفتت نظري صورة جميلة كوداك في استقبال الفريق الكويتي في سنغافورة، شركة كوداك الحاصلة على لقب الفيلم الرسمي لكأس الدورة الآسيوية لعام 1984 أرسلت مندوبها لاستقبال الفريق الكويتي في مطار شانغي سنغافورة، حيث تم تقديم الزهور لكابتن الفريق مع أخلص التمنيات بالفوز. طبعا هذا دعم المنتخب الكويتي المشارك في البطولة. طبعا الكويت شارك بصفته حامل لقب، يعني ما خاض تصفيات، شارك بصفته حامل لقب نعم. الاثنين القادم وبرعاية حمد عيسى درجيب تفتتح البطولة العربية الثالثة للأندية أبطال الدوري العام لكرة الطائرة، أولى المباريات بين القادسية الكويتي والزرقاء الأردني. هذه صورة لحمد عيسى جيب راعي البطولة رحمه الله، وصورة لفريق نادي القادسية يمثل الكويت في البطولة. بطولة الطائرة هذه طبعا ومنتخب الكويت ومنتخب قصدي نادي القادسية كان نادي مميز في كرة في لعبة كرة الطائرة في فترة الثمانينات، لا زال من السبعينات للثمانينات لليوم يعني. نعم. غدا تتوج آسيا بطل كأس الثامنة بعد التعادل مع كوريا، الكويت تفوز على سوريا 3-1. طبعا لا زالت آسيا أبو فهد تعيش دوامة الفرق المتنافسة على نيل كأس الثامنة بعد أن قطعت الفرق العشرة شوطا كبيرا على دروب طبعا تحديد البطل، وبات الجميع ينتظر يوم غد فهد أبو فهد إعلان البطل بعد الصراع دار على مدى 16 يوم. طبعا كأس الثامنة مثل ما انت عارف فهد وسادة المشاهدين استضافتها سنغافورة على مدار 16 يوم. طبعا مستوى الفرق يعني كان يعني ممتاز في هذه البطولة. هذه طبعا صورة لعبد الله بلوشي وسمير سعيد الله يرحمه وفهد المصيبيح. طبعا نجوم مميزين، بس ايش رايك نطلع فاصل وغازي وبعدين نتابع بقية حلقتنا؟ اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وكنا نتكلم في البارت الأول مع كأس آسيا الثامنة التي أقيمت في سنغافورة وحرز اللقب منتخب السعودي نعم. وتصل دول الأربعة سوريا
ازاحت كوريا عن المنافسة. هذه صورة منتخب الكويت ومنتخب السعودية. طبعا نروح طبعا الى الله، السعودية تتعادل مع قطر 1-1. هاي صورة لمنتخب الصين، فوز الصين على الهند اضعف امال الامارات. ايران تتصدر فرق المجموعة الثانية، هذا مبارك عنبر، عدنان الطلياني، منصور مفتاح، محبوب جمعة، وليد الجاسم، وصورة لمنتخب الصين وصورة لمنتخب إيران وفهد. طبعاً يقول قطر تعادل مع السعودية بهدف جميل جداً أحرزه محمد عبد الجواد من ركلة، يعني كان هدف كلاسيكي، الكرة تعلقت بالمرمى يعني بالتسعين علقت. نعم، هاي صورة للملك فيصل الدخيل، وصورة لماجد عبد الله وبدر صالح نجم منتخب إمارات، حيث الجمعان، خالد سلمان نجم منتخب قطر، عبد الله فليطح نجم منتخب الكويت، محمد كرم وسمير عبد الشكور نجم المنتخب السعودي. هذي نجوم الخليج في فترة الثمانينات. والله صدق الواحد يفز قلبه لما يسمع الأسماء هذه. أسماء صراحة في يوم الأيام كنا يعني تواقين متابعتهم ومشاهدتهم بالتلفزيون، كانوا نجوم على قدر عالي ومستوى عالي، يعني استطاعوا أنهم يتصدرون على مستوى آسيا النجوم اللي ذكرتهم. طبعا كاس آسيا مثل ما انت ذكرت بفهد، توج المنتخب المملكة العربية السعودية الشقيقة بأول بطولة في تاريخه بعد فوزه على الصين في المباراة النهائية، والكويت يعني كانت داشة هذه البطولة كحامل للكاس، ولكن استمرت في المنافسة وقدرت تحصل على المركز الثالث وقدم مستوى ممتاز منتخب الكويت، لكن يمكن الحظ ما خدمه يعني في هذه البطولة. صحيح. هذا طبعا كل ما يتعلق بفهد في كأس آسيا عام 1984. وأنا باخذك الآن إلى رالي سيارات. لما تذكر هالفترة منو يبالك؟ سعيد الهاجري. سعيد الهاجري. طبعا أحداث درامية برالي دبي الدولي، بن سليم وصل أولا والهاجري هو البطل. لا هو البطل. البطل. صحيح. سعيد الهاجري، هذا صورة بطل الشرق الأوسط. طبعا انا اذكر يعني في تلك الفتره لما كنت اشتري الرياضي كانت صور سعيد الهاجري بطل الراليات، طبعا قطري، كان تصدر المجلات دائما. صحيح. في كل عدد لازم تقرير عن سعيد الهاجري. صحيح، الله يذكره بالخير. كان يعني ما شاء الله من افضل من يفوز بالراليات على مستوى العالم اللي هو سعيد الهاجري القطري. طبعا الضفيري بطل راليات الخليج، زين الضفيري يعني بعد الفوز الخامس على التوالي حققه احمد الضفيري ومساعده صادق اشكناني، الضفيري كويتي، عضو فريق نيسان البابطين بسياره نيسان 160 في الرالي الوطني الخامس، اقيم مؤخرا برعايه مؤسسه كذا، فحسم الضفيري بطوله الكويت الوطنيه للسائقين قبل مرحلته الاخيره في الرالي الكويت الدولي. يعني هذا الضفيري بطل راليات الخليج. عندنا النتائج النهائية لرالي دبي الدولي، سعيد الهاجري من قطر طبعا المركز الأول، حاطين هذا الجدول يعني نعرضه على الشاشة، حاطين عدد طبعا أعتقد مدة، محمد بن سليم، محمد دويسان، وهكذا كل واحد طبعا سيارة، محمد بن سليم من الإمارات العربية الشقيقة، وكل واحد طبعا ونوع سيارته. ففعلا يعني كانت ذكريات جميلة. ألعاب القوة في الكويت، هل تاهت في الميدان وابتعدت عن المضمار؟ بطولة العموم المستويات بلا مستويات، وهذه خالد حسين شارك ب 400-800 متر وحقق المستوى، ناجي عبد الله سجل أفضل الأرقام. النجوم أيضا كانوا في السباقات اللي هي الألعاب، وصلنا التجوري بغازي. والله التجوري بفهد العادة الرياضي يحطون طبعا لقاء الأسبوع، فأنا بعرض هذا اللقاء مع نجم سلطنة عمان لكرة القدم، منو يطرب بالك؟ غلام خميس. غلام خميس رحمة الله عليه، الله نجم غلام خميس نجم منتخب الإمارات في منتخب عمان في الثمانينات، ونجم النادي الأهلي العماني، مع الصورة الجميلة للمرحوم رحمة الله عليه غلام خميس. نصل لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.